السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من لسعة أنديل. انتشر الفيديو ده على وسائل التواصل الاجتماعي لشاب فلسطيني اسمه حسام الدين وهو بيتناقش مع ختيار. الختيار ده المفروض إنه هو عمه أخو أبوه. طبعا الكلام اللي الشاب اللي اسمه حسام قاله في الفيديو ده لو دل على شيء فهو حيدل على انعدام عقائدي مفرط لدرجة إنه بيتمنى رؤية دبابات إيران جوه مكة. طبعا الختيار ما قصرش معاه ورد عليه ردود تثبت ان الختيار ده صاحب نخوة وعقيدة. وبعد انتشار المقطع وتداوله على نطاق واسع ظهر شاب حسام بالفيديو الجديد ده بيعتذر فيه للناس وبيقول ان الفيديو اللي كان عامله الاولاني كان مقصود انه بس بيستفز عمه، ولكن الكلام اللي هو قاله مش نابع ابدا من قلبه او من عقيدته، وان اللي حصل ده كان من باب المزاح العائلي. والفيديو كان لاهداف بريئه وما كانش الهدف ولا كان موجه للمملكه العربيه السعوديه، وراح انتم تكتشفوا، راح انتم تشوفوا الفيديو، انا راح انشره على تويتر، راح تشوفوا كل الفيديو كله مدته 10 دقائق وراح تكتشفوا انه الموضوع كان عباره عن مهزله وكان عباره عن ضحك واستفزاز فقط لا اكثر ولا اقل. تحياتي لكم وتحياتي للشعب السعودي وللجغرافيا السعوديه كلها. وهنا يجي دور رسالتي للشاب الفلسطيني اللي اسمه حسام. شوف يا اخو حسام، بيقولوا اللي بيدق الباب بيسمع الجواب، وانت دقيت ابواب كتير جدا فما تستغربش انك سمعت ولسه هتسمع من جوابات. بس المهم تعالى لي اناقشك واوضح لك حاجه مهمه جدا، وكمان افتح لك الابواب اللي انت توغطت ودقيت عليها، وكمان هثبت لك انك سوري يعني بتتمتع بقدر مفقت من الغباء السياسي والشخصي، وانك مجرد مطيه لاعلام ماجور وممول قدر يلعب في دماغك ويمتلكها، وده هنعرفه مع بعض بعد شويه ان شاء الله. اولا فيديو الاعتذار بتاعك كان خالي من اي اشاره للاعتذار للقياده السعوديه اللي انت حاولت تهينها في الفيديو بتاعك، وتعمدت انك تحيي السعوديه الجغرافيا والشعب فقط. غير كده والاهم انك مطالب بالاعتذار من كل المسلمين السنة في كل بقاع الارض، لان مفيش مسلم سني عقيدته سليمة يقبل ابدا بالكلام اللي انت قلته، بدليل الحكم اللي قاله عنك عمك الختيار الله يديله الصحة. عمك لانه صاحب نخوة وصاحب عقيدة ومش مطية للاعلام زيك. انت سمعت وشفت رد فعله على كلامك كان عامل ازاي. تحية للختيار الفلسطيني والكل فلسطيني والكل عربي والكل مسلم حر عنده عقيدة ونخوة. ثانيا، فاكر لما قلت لك ان انت دقيت ابواب كتير وهتتفتح عليك ابواب كتير؟ من الابواب دي ان وصلني بوستات وتعليقات ليك على فيسبوك من اصدقاء فلسطينيين في الضفة، ويشهد الله ان من بعد ما شفت فيديو الاعتذار بتاعك كان الموضوع انتهى بالنسبة لي، وحاولت ان انا اصدقك واقول ان هي كانت مجرد لعبة او مسحة ما بينك وما بين عمك، وما كنتش فعلا ناوي ان انا اعمل الحلقة دي. بس لما وصلتني البوستات بتاعتك والتعليقات بتاعتك قلت لا، واضح اننا قدام عقلية لازم نلسعها لمؤاخذة ونوضح لها غلطها ونسيب حلقتنا وردنا على الشخص ده على شريط ذكريات يوتيوب. قررت ان انا اعمل حلقة على اساس ان الحلقة دي يمكن تهديك، واذا ما تسببتش في هدايتك لعلها تهدي غيرك من المغرر بيهم زيك، علشان اللي زيك يا حسام يعرف ان التنمر السياسي دون رد زمن انتهى. سواء انا او غيري اعدل لكم، ومش هنسيب حد باذن الله من غير ما نرد عليه. حد يقعد على النت يتنمر ويطعن ويخون ده ويخون البلد دي، انا شخصيا مش هسيب حد باذن الله. اما البوستات بتاعتك يا حسام وتعليقاتك على اصدقائك فهي بتثبت ان الفيديو بتاع الاعتذار بتاعك اللي انت كنت عايز تقول فيه للناس ان الكلام اللي انت قلته في الفيديو ده ملوش اي علاقة ابدا بتفكيرك او بعقيدتك اللي جواك. تعليقاتك وبوستاتك اثبتت ان انت مجرد كذاب، وان الاعتذار ده كان مجرد محاولة ترقيعية منك مش اكتر للي انت عملته، لانك عرفت ان انت اتفضحت واتكشفت، خصوصا ان رغبتك برؤية الدبابات الايرانية في مكة هي اهانة لكل مسلم سني مش بس الاهل السعودية. علشان كده بس انت حبيت ان انت تمتص غضب الناس بانك تعمل فيديو اعتذار وتقول فيه الكلام الخايب اللي انت قلته. اما موقفك من السعودية فيؤسفني ان انا اقول لك ان اللي انت قلته في الفيديو الاولاني مع عمك الختيار هو ده موقفك الحقيقي وعن قناعة داخلية منك، وواضح جدا انك مؤمن بكل كلمة قلتها، بدليل الكام بوست والكام تعليق الخايبين اللي نزلتهم على فيسبوك بخصوص خاشقجي. وانا بقى هنا دلوقتي جاي لك علشان اثبت لك انك مجرد مطية للاعلام. ايوه مطية، لانك اهتميت بمواطن سعودي كان عنده مشكلة مع بلده وحصلت حادثة قتل للمواطن ده على ارض سعودية.
زيه زي آلاف من البشر بتتقتل كل يوم، واللي قتلوه بيتحكموا. بينما لما لفينا في فيسبوكك ما لقيناش أي ذكر لحادثة مشابهة، بس المرة دي لواحد ابن بلدك اسمه زكي مبارك، والواحد ده اتقتل في سجن اسمه سليفري في تركيا. فهل انت اهتميت بابن السعودية اللي قتلوه سعوديين وبيتحكموا والموضوع انتهى، واغفلت الاهتمام بابن بلدك اللي المفروض ان انت اولى بيه وهو اولى بيك من الغريب؟ يعني هل خاشقجي اولى باهتمامك من ابن بلدك؟ زكي مبارك يا حسام قتلوا الاتراك تحت التعذيب علشان خاطر يعترف بجريمة ما ارتكبهاش، وبعد ما قتلوه احتفظوا بجثته أكتر من 3 أسابيع، ولما سلموها لأهله سلموها لأهله منزوعة الأحشاء والأعضاء واللسان، ما تكلمتش عنه ولا نزلت عنه ولا بوست ولا حتى كومنت. بينما بوستاتك وتعليقاتك كلها مقلسة على السعودية بخصوص موضوع خاشقجي اللي ما يخصكش، ولا هو من أهلك ولا من بلدك ولا تقتل على أرض بلدك. مالك أنت ومال خاشقجي؟ مش زكي مبارك أولى بيك وأولى باهتمامك؟ نيجي بقى هنا لثالثا، أنت قلت في الفيديو بتاعك ما يسمى بمحور المقاومة. هذا محور تمام مراهنه الوجود الامريكي والاسرائيلي في المنطقه. ما بتحبيتش الكلام، مش بخمن. هذا محور مقاوم، انت قاعد تنيش. هذا محور مقاوم، انت اي محور مقاوم؟ محور مقاوم للوجود الامريكي ولسياسه الاستعمار في المنطقه. هنا بقى نيجي للغباء السياسي اللا محدود، واسمعني بقى وخليك معايا وما تزعلش ولا تتقمص. المحور اللي انت بتقول عليه انه مقاوم وانت معجب بيه على اساس انه بيقاوم اسرائيل، تعال بقى نمسك المحور ده حته حته. المحور ده اساسه ايران. قشطه. ايران يا حسام بتحتل دوله عربيه اسمها دوله الاحواز، مساحتها 14 ضعف دوله فلسطين اللي اسرائيل بتحتلها. وايران دي ميليشياتها هجرت الفلسطينيين من بغداد ومن مخيم اليرموك في دمشق. وإيران دي عمرها ما حاربت دولة الصهاينة إسرائيل أبدا، وإيران دي سلاحها دايما متوجه ضد العرب. حتى فيلق القدس اللي كان بيرأسه قاسم سليماني اسمه القدس على أساس أنه المفروض أنه هيحرر القدس، بينما كل قتلاه وضحاياه والمهجرين على إيده من العرب المسلمين السنة. مفيش قصاصة واحدة أطلقها على الصهاينة. إيران سلاحها ضد العرب دايما، وافتكر حربها مع العراق، وافتكر دعمها للحوثي ضد الشعب العربي اليمني ودولة السعودية العربية، ودعمها الخلايا الخونة في البحرين والكويت. وبالمناسبة لغة الأرقام ما بتكذبش، الأرقام بتقول إن المساحات العربية اللي بتحتلها إيران أكبر بكتير من المساحات العربية اللي بتحتلها دولة الصهاينة. الأرقام بتقول إن العرب اللي تهجروا على إيد الإيرانيين خلال الأربعين سنة اللي فاتوا أكتر من العرب الفلسطينيين اللي تهجروا على إيد الصهاينة خلال السبعين سنة اللي فاتوا. الأرقام بتقول إن العرب اللي اتقتلوا على ايد الايرانيين خلال الاربعين سنة اللي فاتوا اكتر بكتير من العرب اللي اتقتلوا على ايد الصهاينة خلال السبعين سنة اللي فاتوا. وبالمناسبة انا كلامي عن ايران بيشملها وبيشمل كل ميليشياتها اللي موجودة على اراضي دول تانية، زي الحوثي مثلا وزي حزب الله اللي موجود في لبنان. فإذا كان حزب الله يا حسام اللي موجود في لبنان قام بكام مسرحية هزلية متفق عليها مع الجانب الصهيوني، فده المفروض انه ما ينسكش ابدا اللي عمله حزب الله في اهلنا العرب المسلمين اللي في سوريا. بصنا علينا وقربنا والحمد لله رب العالمين، حرقنا دينهم حنرجع نحرق دينهم كل مرة ومرة، بدنا نفوت لأوكار احنا نزلهم لأولاد الحرام لآخر واحد سني كلب على وجه الكرة الأرضية. بدنا نروح الله أكبر حيا سلام طمع عمر للروح ليلة للسعودية نقشطه للكعبة. الكعبة مش للوعاء، الكعبة لألنا نحن شيعت حليب رابي صالح لآخر الكعبة منه لأولاد الحرام. شايف كلاب حزب الله عايزين ياخدوا الكعبة مننا وانت بتطبل لهم؟ فهل ايران اللي محتلة الاراضي عربية انت منتظر ان هي هيجي لك يوم من الايام وتحرر لك ارض عربية؟ ده ايه الغبا اللي انت فيه ده؟ نيجي بقى للركن التاني فيما يسمى محور المقاومة، سوريا الاسد. واكد اني بتكلم في الجزئية دي عن سوريا الاسد او عن النظام الحاكم في سوريا وليس على الشعب السوري اطلاقا. نظام الاسد يا حسام اثناء الحرب العراقية الايرانية كان واقف مع ايران ضد العراق. نظام الاسد يا حسام شوف تاريخه في لبنان وشوف عمل ايه في مخيم تل الزعتر للفلسطينيين. بلاش يا اخي عمل ايه هنا ولا عمل ايه هنا، شوف نظام سوريا الاسد عمل ايه في شعبه. شوف ازاي نظام سوريا الاسد بيساعد ايران على نشر التشيع السياسي في ارض بلاده سوريا. هو انت يرضيك كده يا حسام؟ صحيح معلش نسيت، اصل المسألة العقائدية ملهاش وجود عندك بالاساس. مش عايزين بقى نتكلم على الجولان والبيان 66 وغيره وغيره واللي انت اكيد عارفه بس بتنكره. نيجي بقى هنا للركن الثالث من اركان ما يسمى محور المقاومة،
حماس. دي قيادات المحور ده، مقاومة من داخل فنادق الدوحة واسطنبول. ده غير انكشاف حماس البغزي وتقبينهم وعزاهم لقاسم سليماني، قاسم سليماني المسؤول عن قتل وتهجير ملايين العرب في سوريا وفي العراق من خلال ميليشياته، من خلال فيلق القدس اللي كان بيرقصه. وإذا كنت بتقصد العمليات اللي بتعملها حماس من فترة للتانية ضد الكيان الصهيوني، فاسمح لي أقولك إن زي أي عربي مسلم بيفرح أيامه فرحة لما الصهاينة بيتكبدوا أي خسائر، ولكن اتضح إن العمليات اللي بتعملها حماس بتتم من خلال التليفون، تليفون بيجي من إيران أو من قطر، اعملوا كده فيعملوا كده، فتكسب إيران ورقة ضغط على الغرب. ولو فاكر حصل إيه في غزة سنة 2014، كان بأوامر إيرانية. كسبت بيها إيران ورقة التفاوض وتحقق اللي هي عايزاه من خلال الاتفاق النووي في 2015. وفاكر لما جال عمادي بتاع قطر لغزة، واداهم شنطة الفلوس وقال لقيادات حماس نبي هدوء. سلام يا دكتور. الله يسلمك. هدوء كل الناس بحيوا قطر بحبوا. الله يسلمك. المهم نبي هدوء اليوم. بدكم شو؟ نبي هدوء. يلا ماشي. نبي هدوء. يلا ماشي. الله يسهل عليك. يلا. دي ما تبقاش مقاومة يا حسام، دي تبقى مقاولة، وكله على حساب الشعب الفلسطيني. دي تبقى مشروع سياسي، والقيادي الحمساوي الشهير محمود الزهار له تسريب شهير بيقول فيه: فلسطين بنستعملها كمسواك لأن مشروعنا أكبر. قصده مشروع إيران وتركيا في منطقتنا العربية يا حسام. أما ركن الرابع من محور المقاومة فأنا بسميه المحور الكوميدي، جماعة الحوثي في اليمن وأنصار الله. شعارهم الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ولا شفنا لهم حاجة ضد أمريكا ولا ضد إسرائيل. ده بعض قيادتهم بيناموا في مبنى السفارة الأمريكية أو منزل السفير الأمريكي كمان، وسفراء دول أوروبا عموما في صنعاء، علشان يضمنوا إن التحالف مش هيخصفهم، لأن دي طبعا تعتبر مناطق دبلوماسية. أما رابعا وأخيرا، يمكن أنت بتتسائل: هو أنا إيه دخلي؟ أنا مصري، واللي حصل ده حصل ما بين شاب فلسطيني وما بين السعوديين. لا يا حبيبي، أولا الأمنية البايخة اللي أنت قلتها في الفيديو إياه بيمس صلب عقيدتنا وعروبتنا وإسلامنا، حتى ولو كان كلامك على سبيل المزاح زي ما انت حاولت تقول بعد كده. ثانيا، انا مسخر نفسي للتصدي لامثالك ولا مؤاخذه، امثالك اللي بقوا مطايا للاعلام المعادي لبلادنا، امثالك والعياذ بالله اللي اصبحوا عاملين زي حصلت رواده في لحظه ما ممكن يستعملكم الايرانيين او الاتراك ضدنا، ولانكم ضحيه الاعلام القطري اللي بيديروا ابن اسرائيل البار عزمي انتم بشاره، ومع اعلام ايران وخاصه قناه الميادين، واعلام تركيا وخاصة قناة الشرق ومكملين ووطن، ده غير اليوتيوبرز المأجورين، كل دول انت ضحيتهم. اديني بحاول اعمل حاجة واحاول ابين لك وبين اللي زيك مقدار الضلال اللي انتم فيه، ويشهد ربنا اني لا بكن لك ولا بكن لاي حد عداء شخصي. عدائي هو لتوجهك المبني على معلومات خاطئة من اعلام معادي، وانا عارف انك اكيد هتتضايق من الحلقة دي، بس زي ما قلت لك من شوية، انا لازم اسيب فيديو في تاريخ اليوتيوب لكل واحد بيفكر انه يتنمر على بلادنا العربية ويسلم نفسه الاعلام الضلال، علشان ما نخليش السوشيال ميديا كمان بقت ملكهم زي ما بقى الاعلام الرسمي ملكهم. انتوا اللي الاعلام القطري والايراني والتركي اكل دماغكم وخلاكم تكرهوا العرب وتتمنوا ان العجم الترك والفرسي يركبوا عليهم في يوم من الايام، وبتتهموا العرب باللي مش فيهم. وزي ما قلت لك برضه من شويه، انت اعتذرت صح، ولكن تاريخك على الفيسبوك مؤلم لكل عربي صاحب عقيده. والله يهديك ويهدينا، وكفايه لسع لحد كده. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.